بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحبابي حبيباتي، الله إذن بركي مالك سؤدنك وغنوشيهن، الله إذن حفديو مالكينا يا شرفتينا يا أولادينا يا والدكينا نفتينا إلى أي سبحانه وتعالى بغرك أي وحا مسؤول كدهين ودا الله إذن حفديو دمانتين الله نو حفديو نبط إيه برواق وغنو الله مالك سؤدنك وغنوشيهن وحدن دبو إيه وحدن دبات إلى إذن ما تسي دينتينا الله سبحانه وتعالى بغرك إذن كما فدني سومالي. بعد السلام بعد الدعاء جمعة وناكسن برنامج كيني قص وذكر قص رسوين كذكر إلهي لغو هل لغو فائدي ما شاء الله قصة ده إن شاء الله أبا والله بقصه ويروكا كابن إن شاء الله مسوكو بايا كبر سوماليات يو حواي وهوي سوماليات يو حواي ماما عربة الله بدو ذا بقصة ده أنا عندي كبا فائدينا إن شاء الله قريب بدن نوي كدقي دونان إن شاء الله قريب بدن ويكو فائدي دونان بإذن الله واحد الأحد. قصة دو قريس كبرة سومالية ذا إسكالي معناها أيضا هرمرنا يا إن وحي قصيسة قصة إن كان أهد أن كاد لهايو سورة البقرة فوائد سورة البقرة. قصة دو قريس كبرة أبايا إلا وذاكتي وحي تري أبايا guriga dhana ila guur guur jiray waxay dhahday in buuq ma ka dhamaanay guriga ilmi way ka xanuunsanayaan isbuuc kasta dhaqtarkan taagana markasta ba dhaqtarka la taagay waxay dhahday ninku iska baxa adiga waxyaabo badan oo hadda family dhibaatooyinkooda ay tahay ayaa haysta abaayo intaasun ku sukoobaya waxay dhahday markaa suuratul baqaraan bilaaw أقرنتي ذي آدي آدم وفائدي لها سورة البقرة نقول شيء ذي نهال مرس بدش والله ما هنن وحيا بلس كشيغة أفكالك شيغة تدك ريالة تيغة يكسوا هذا لان تدك انت بدن قاركود قارن أخانا واي قارن ما أقانا ولا لإلهي واي أو ما انت بدن ما أقانا لكن تدك انت بدن أن أقانا وحان إرهدا ما شاء الله ومحاسيه بابو قبدا ولا شيء وصحيبة ديدة ومرنا كورجيا أدقى ما شاء الله تبارك الرحمن إلهي هو بركي الله وزايديو وجمعي نولو شيء دينا هالمر اسبد الشيء سراقة واسع ما شاء الله بركو أولادي ما شاء الله تبارك الرحمن نور على نور مجرتو جوع يو وحيا بابضان ودباتو للا عرى اسبدال لقيرا مجرتو حاجي قروقي سوكو سوكناد قروقي نمعي بركي نقط تاسو حواي فايدة ايكاش كبر ولاشين وصومالية سورة البقرة اين جعلات ان ايدن الشرك ريسو كفا ايديست ان شاء الله. قصة دكالا وحي تاي مامدان قليتش يدواي وحي ودلت للك قليتشك وحي حنوستي وحي ده هذي ميل أن تجن ملهن، إسبتال أن تجن ملهن، ديار حتى ورعد، والدنيا كلها قاعدة، سيسك سوداويس، حنون كذا ماشي مركات تعتبر نيجاتيف على إذن وحنون سنتهي، شركة لنا حنونا، ميل كستها لجهاية، وضنها لجها، حنون قف أو تعبان إنه دمر ومودوا، حالة داسي كسكنت، وهي بلاود إني سورة البقرة أغرست مركات ما جرو كذا لقوسو علشي. وحب لاظن سورة البقرة أقرست سورة البقرة بالله إلى دمات سيد الله أقرسنا أنا هذه إذن شيء جاي ما هن هافن أقرأ وكتجا سورة البقرة بالله إلى دمات جرة هذه كديلة شكل دم كورة مستير دوانا بس دم كورة مستير أيا ما مدي مدة مركي ودي مدة نوم يس شيء لكن مدة مركي ودي وحد عادي إن ماركتاي هبين أدي أدي أنت سورة البقرة أخرست كؤيس تاجدك مركي سلا تقول لك دكاني سي إيه ماركتاي أخرستها كؤيس كنت دبرت وسيحة محالة سي إن السحر قل ويالو والله دقي شا
shan xirsi oo sixira oo gabadha shaqaalada ay u sameysay ay gabadha shaqaalada meel dhigtay wixii oo dhan daad wan wan loo tusiyo mid kastaba macnaha sidii wax u dhaceen oo dhan iyo sidii wax u yaalaan dhan loo tusiyo maamadii hurdadii kasoo kacday way baxday meelihii sixirkii yiliin loo tilmaamay tagtay way kasoo bixisay fak inta xabo ay ahaayeen ba way kasoo bixisay. Waxay dhahday maamada gabadhii shaqaalada ahayd wadankeedii joogtaa waa muqaawil haddana dadkooda kala soo qaada waaye. Waxay tiri waxaan dhahay dhahday waxba kuguma sameynayo yuna waaye allahii itusiyey dartiisan kugu cafinaya liwajhi illah kugu cafinaya qariibaa tahay miskiinadaa tahay qof horta waxaas ka dawrigaayo waa shaydaan miskiin maaha laakiin micnaha qof maanta iga awood badan ma tihid waxaan kugu sameynaya dhahda tigidkeeda u jarta way dirta sicirkan meesha ku burburay maamadina maalintaas caafimaad ugu horreysa iska ilaali inta badan dadka qaar dhib way kuu geysan karaan laakiin wax walbaba qur-aanka ku filan ummadana yaala dulminin please danigana wuu xun yahay dadka qaar aa masaakiinyi ah cudur kale ilaahay xaggiiskaaga imaan karaa ka shakiga badanna ma fiicno insha allah. Midda xigta waxay tahay waxaan kuu sheegayaa xanuun hadduu ku hay amba dhibaato ku haysatay qisadii kale intaasay ku egtaa waa macnaha wuxuu ku fadhidaa xikmad aada u weyn suurat albaqara iyo fawaa'idkeeda mordan waxaan u malaynaa maalmaha dhan ayadaa noo wadaaya waa yaabi doontiin dadka kansarka uga reystay iyo dadka ilmo ka xanuunsanaayeen ma ka sheekin kari insha allah way noo sabada socdaan. Markaa guryihiina idaad adiga akhri aqoonin guriga u shido insha allah intaad taqaanana qur-aanka akhri gabalkan iyuu kuu dhicin adigoona maalintaas xataa safxa ka akhrisanin waa waxa ugu yar ilaahay subxaanahu watacaala boqorkaahayna xifdiyo dhammaantiinba meel kasto adduunka ugu noolnahay ilaahayna cilmiga diinta islaamka iyo ku dhaqankiisa allah noo fududeeyo owlaadana allah noo xifdiyo anagana allah na xifdiyo iyo nafteena iyo maalkeenaba qeyri baraki wixiina dhalana allah u naxariisto waalideynteena dhimata allah u naxariisto qabriyada allah u qabuuji dembigoodana iyo dembigooda dambena allah dhaafo walaalahayga qaaliga ahow dadaalkalkiina kasii wado insha allah ilaahay subxaanahu watacaala boqorka ahayne wixii shar oo dhan allah naga qabto iyo shayaadiin la wareegeyso kaahinlaha iyo waxa lamidka ah dadka xaasidka ah horumarka dadka necab ilaahay subxaanahu watacaala boqorkaahi hanaga qabto ilaahayna xaqa ha waafajiyo ilaahayna hanaga dhigo kuwa oo qalbigooda nadiif yahay ilaahay subxaanahu watacaala boqorkaahi hanaga dhigo kuwa ummadda ku mashquula naftooda iyo maaragtaayo horumarka noloshooda iyo qurxinta noloshooda iyo owlaadooda iyo wixii mas-uul ay ka yihiin iyo waalidkooda insha allah kheyri baraka walaalayga qaaliga ah qisadaanne waxaan idin dhihi lahay ka faa'iideysta insha allah guryaha horena waa idin kugu soo sheegay weligiina waa idiin soo sheegay haddana waa idiin soo sheegi doonaa insha allahu tacaala biidhnillahi kariiban mar walbaba wuu kusoo xasuusinaysaa markaad maaragtaayi iraahdo qisa suuratulbaqara qisooyin hore uga soo hadashay no kuwo cusub oo nadiif ah oo jadiid ah haddaan arko dhakab aan soo qabanaya waxay urdadii kaa kicinaysaa adigane waxaas leedahay subxaana allah maxaa meesha ku dhiga akhriso amba baro kheyri barake axbaabi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qeybkaas kugu soo duceyna insha allah.